السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على حديقة مائية جديدة تمت افتتاحها بوهران، المسمات رودينا تيم بارك، وهي واحدة من أكبر الحدائق المائية في الجزائر، وتعتبر الخامسة التي تتم افتتاحها في الجزائر في سنة 2022. وإن شاء الله ندير فيديو اللي راح يبرز كل لي زاكوا بارك هادو اللي تفتحوا في سنة 2022، وبالإضافة إلى الأكوا بارك الحدائق الأخرى التي تمت افتتاحها في السنوات الماضية، والعدد تاعها يقارب حوالي 20 حديقة مائية في كل أنحاء الوطن الجزائري. ونأكد أنه هذه الاستثمارات تعتبر لمستثمرين خواص وجزائريين، في بعض الحالات بشراكة مع تونسيين أو بعض الجنسيات الصديقة للجزائر، لكن 90% من الاستثمارات كلها جزائرية. ونخليكم مع نهاية الفيديو تاع البارك هذا اللي تفتح في وهران، رودينا بارك، رودينا تيم بارك، والسلام عليكم.